أنا كمسؤول لبناني مع المرأة، أنا كمسؤول لبناني مع حقوق المرأة. المرأة يا جماعة هي نص المجتمع، وشو إلنا لزوم بلا المرأة؟ المرأة هي أمي، المرأة هي أختي، المرأة هي بنتي، المرأة هي مرتي. يا جماعة نحن بصدد تحسين أوضاع المرأة، وبصدد إنه نقر قوانين تحميها من العنف المنزلي. ولازم يفهم كل رجل شرقي، لا بل كل رجل لبناني، إنه المرأة هي تاج راسه، وإنه ما بيقدر يركب على ظهرها ويدندل جراه. Yeah.